أهلا وسهلا فيكم بالقسم الثاني مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة المخصصة لعرض آراء وبرامج ومشاريع المرشحين للانتخابات التمهيدية في التيار الوطني الحر. بصرني استقبل اليوم كمان أيضا في هذا القسم نادين ديب نعمي المرشحة على المقعد الماروني في قضاء بعبدة في الانتخابات التمهيدية، والأستاذ ميشيل إيميل ظاهر المرشح عن المقعد الكاثوليكي لمحافظة بعلبك الهرمل. حضرتك من القاع صحيح تحديدا، وحضرتك من فرن الشباك. فرن الشباك، اهلا وسهلا فيكم. رح نبلش مع استاذ ميشيل، مع انه ليديز فيرست، بس هن اتفقوا بين بعضهم انه يبلشوا مع استاذ ميشيل، انا ما لي دخلي. استاذ ميشيل اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. تعرفنا عن حضرتك، مشروعك، خلينا نقول السيره الذاتيه، السيره والمسار، سيرتك ومسارك. صحيح. أنا محامي ميشيل إيميل ظاهر من القاع. برمل عندي أستاذ ميشيل. ميشيل إيميل ظاهر من القاع. حقيقة مسيرتي بالسياسة بلشت سنة 88 وقت الحلم الكبير اللي حلمنا فيه تجسد بقصر بعبدة مع الجنرال ميشيل عون، وكنا من زحلة ومن القاع عند علبك الهرمل نبقى نجي على قصر الشعب، بيت الشعب، واتخذنا بالفكر المهم كتير للجنرال عون اللي كان ينادي بمبادئ، بالشفافية، بالنزاهة، ببناء وطن كنا بنحلم فيه. طبعا ضلينا ننام نقاوم نناضل لسنة 90 13 تشرين، الحدث الكبير اللي انطوى معه هذا الحلم، بس نحن كنا بنعرف انه ما انكسر. تابعنا النضال ببعلبك الهرمل، عملت محامي، تابعت الشأن العام بضيعتي بمنطقتي، وسنة 2005 رجع الجنرال ورجعنا بالنضال بسنة 2005، ومتابع بالتيار الوطني الحر من وقتها لهلا. إجا هذا الاستحقاق، حسيت حالي أنه أنا بالموقع اللازم أني أقدر لبي طموحات منطقتي وبلدتي وناسي وتياري اللي هو منتشر بشكل أساسي كتير بمنطقة تبع البك الهرمي. أنت جاي من القاع المجروحة لك، بس البطل أيضا القاع، وبدأ شهد القاع كمان، نرجع مكرر ضيع مثل بلدات مثل القاع تاريخها من شهادتها منا وفيها. الناس شو بدهم فوق؟ بدهم تعمل نايب لتمثلون، ولا بدهم عندهم مشاكل أكبر بكتير شايفينها جاي عليهم وبدهم ياك تكون كمان بتريس وخط دفاع لألون بهذه المشاكل يلي عم بيعانوا منها؟ شو هي هاي الحقيقة؟ هون هاي اللي لازم تنحكى. نحن بالقاع وبمنطقة القاع الشمالي نحن أرضية وقاعدة لجيش اللبناني تاريخيا، صح، ونحن من صميم هالمؤسسة هاي. ونحن وقت الجنرال عون طلع بالخطاب السياسي سنة 88 كل المنطقة اتاخدت بهذا الموضوع، لأنه نحن قلبنا وفكرنا وضميرنا بهذا التوجه. نحن الأكترية القاعدة الشعبية ببعلبك الهرمل بالباع الشمالي هي تيار وطني حر، وهلأ ما منقبل إلا يكون النائب الكاثوليكي في بعلبك الهرمل تيار وطني حر، لأنه إذا ما كان تيار وطني حر معناته عم تكسر إرادة الناس، عم بتجيب حدا تاني، لأنه في تحالفات مع حزب الله. أي نائب تاني غير تيار وطني حر هذا كسر لإرادة الناس. عندك أستاذ أمير رحمي. أستاذ أمير رحمي ماروني. ماروني. بعرف. أنت عم تحكي عن عفوا. أنا عم بحكي عن الكاثوليكي. عفوا عفوا. لأنه الأرضية الكاثوليكية بعلبك الهرمل هي كلها تيار وطني، لا يجوز إنه يجي. بالعكس أنا بدي شدد أكثر هلأ، إنه هلأ نحن عنا حاجة ضرورة، لأنه في مسألة وجودية حصلت بمنطقة بعلبك الهرمل وخاصة بالقاع، بيتطلب أنه يكون نايب موجود بين الناس، بيمثل الناس، التيار الوطني الحر، الخطاب الجامع العابر للطوائف، المنسجم مع المنطقة. هذا كلنا بدنا ضروري أنه يكون في نائب يمثل هذه التوجهات. دكتور مروان يعطيه العافية وكويس جدا، ومن خطنا السياسي والتوجه أكيد. السياسي، وكلنا بنكمل بعضنا، بس مع احترامي للكل، الأرضية الشعبية في بعلبك الهرمل للبقاع الشمالي يعني المقعد الكاثوليكي بيمثلوا تيار وطني حر، وما بيقبلوا بعد أي واحد بالتيار الوطني الحر، ما بيقبل إلا ما يكون
الممثل النيابي تيار وطني حر، لا يجوز. لأنه كيف نحن منقول نحن عم نطالب بجنرال ميشيل عون أنه يكون رئيس جمهورية، لأنه هو الميثاقي، لأنه هو يمثل الأكثرية المسيحية. فبقى أي كسر لهذا الموضوع هو كسر لإرادة اللبنانيين في موضوع ميثاقي بيمثل أكثرية المسيحية لازم يكون هو رئيس جمهورية. نحن نفس الشيء بنفس المستوى، أنه لازم يكون الممثل هو تيار وطني حر. أستاذ ميشيل، إذا قلنا أخذنا بالاعتبار منطقة القاع بما تمثل، وهذه المنطقة يلي فيها تقل مسيحي، فيها تقل تعايشي، فيها خليني أقول تقل مقاوم، يعني في محور طويل عريض فوق بالمنطقة، مسيحيين ومسلمين بشكلوا فيه التقل وخط الدفاع في مواجهة موجة عم بتهددكم كل يوم. أنت بتعتبر أنه إذا هذا الطلب اللي عم تتفضل فيه هلأ اللي عم بتقوله أنه نحن بدنا نايب يكون من عنا، ما بيستثير حساسية أصدقاء لكم موجودين فوق أيضا هني على خط التماس؟ خليني أقول كمان يعني في القوات وفي القوميين، أنا شفنا بأم العين أنه المقاتلي الحزب القومي موجودين فوق وعم بيدافعوا عن المنطقة، ومثل ما عم بيقاتلوا بسوريا كمان وعم بيقدموا شهداء، لكن بمنطقة القاع تحديدا هذه هني وفي القوات اللبنانية وفي أنتم، ما بتعتبروها نوع من رح يعتبروها استئثار؟ ليش التيار بده يستأثر؟ شو بدك تقول لهم هيك انت؟ انا خلينا نكون الامور واضحه يعني، وهي على الارض معروفه، التمثيل الصحيح يعني بالاحصاءات الاكثريه تيار وطني حر، والتيار الوطني الحر ونحن كلنا بجو، نحن في انسجام جاد مع المنطقه وتحالف مع حزب الله، وهذا ضروري لحماية القاع والمنطقة، وهذا بحاجة له ونحن قادرين نحمله، وكان في تحالف كمان مع الحزب القومي وكلنا منكمل بعضنا، مشان هاي مسألة ضرورية. أنا بس بدي أحكي كمان بموضوع ملفين مهمين عنا إياهم بالقاع، ملفين صاروا بيلمسوا الموضوع الوجودي عنا، هو ملف ميتنا، مية القاع، المي والأرض والأرض. أنا إذا قدرت أوصل وكون نايب هول ملفين بدي أحملهم لحتى اقدر حقق انجاز فيهم لنخلص من هالموضوع، خاصه موضوع المي له يعني، اذا صار في ضغط وقوه ومراجعه ممكن نقدر نخلص منه بمشروع عندي اياه بذهني كيف نقدر. وموضوع الارض كمان فرزه، وموضوع النزوح السوري اللي صار يشكل عبء كبير على ضيعتنا، وبموضوع الانمائي كمان، نحن منطقتنا بعلبك الهرمل فيها بنى تحتية أو أرض صالحة كتير لموضوع السياحة، يعني عنا موضوع النهر العاصي، هذا النهر العاصي في أروع المناظر فيه، رائع جدا، وفي شيء عم بيصير اسمه رافتينج، وفي منتجعات سياحية. أنا بدي أحمل هذا الملف لتطوير نهر العاصي والسياحة فيه عبر تشجيع الاستثمار لخلق فرص عمل سياحية بمنطقة بعلبك الهرمل. وكمان القاع وراس بعلبك وجديدي والفيكا اشتهروا كتير بموضوع الصيد، وصار في كتير منتجعات بيستقبلوا الصيادي، على مش بس صار وقت الصيد، صار على مدار السنة. نحن بس بحاجة لشوية أمن لتكون هاي المنطقة رائدة بالسياحة، بدها بس مين يحمل ملف السياحة فيها ويعمل ارتباط بين هالمشاريع هاي وبين المنظمات الدولية اللي بتدعم هالمشاريع هاي لتخلي الناس بمنطقتها وتطور ويصير في حركة عمل ويد عاملة وتطوير. والسياحة إذا تطورت المنطقة بتصير من أرقى المناطق، مشان هيك أنا هذا الملف عندي دراسة عليه لتطوير القطاع السياحي بمنطقة بعلبك. كيف حال التعايش بالمنطقة؟ التعايش نحن تاريخيا يعني من وقت ما بلشنا تعطى سي من سنة 90 وبمدرسة الجنرال عون اللي هي عابرة للطوايف، نحن شكلنا وحدة، يعني ما بنقول عيش مشترك، بنقول عيش واحد. صحيح. صار عنا بين القاع، الهرمل، اللبوي، عرسيل، بنحس حالنا كلنا بمنطقة وحدة ومنصهرين في انصهار وطني حقيقي. نحن هذا بنحافظ عليه، وهي مدرستنا، مدرسة التيار الوطني ومدرسة الجنرال عون هي عابرة للطوايف، مفروض نحافظ عليها وما نخلي حدا يعكر العلاقة الجيدة اللي بتربطنا مع المنطقة. وأنا بدي أكد أنه بأي بهالحادثة اللي حصلت بالقاع،
نحن بظرف 10 دقائق أو ربع ساعة كان في مئات المسلحين اللي إجوا من المنطقة للدفاع عن القاع، وهذا قوة نحن بنفتخر فيها. من أولاد المنطقة، من أولاد المنطقة، نعم، أصدقائكم، أصدقائنا من كل الطوائف، من الهرمل، من اللبوة، من كل الطوائف، إجوا بظرف ربع ساعة. صدقني إنه كان في مئات المسلحين، الهدف الدفاع عن القاع، وهذا قوة نحن بنحافظ عليها، على ارتباطنا بالمنطقة، على علاقاتنا الجيدة، وهي مصلحة الضيعة بتقضي هيك، ومصلحة كل المنطقة بتقضي. شو الكلمة توجهها للشباب والصبايا، الشبان والشبات، الستات والرجال بالتيار الوطني الحر على مسافة يومين أو ثلاثة من الانتخابات؟ نحن بحاجة ببعلبك الهرمل لنائب للتيار الوطني الحر لحتى يأمن، يكون يعني في عنا كتير خدمات، كل التيار أو كل الناس بحاجة لخدمات شخصية، نحن بحاجة لنائب تيار وطني يأمن هاللينك هذا، هالارتباط بين الناس ببعلبك الهرمل وبين الوزارات أو القوى الفعلية أو الرسمية لتأمين بعض الخدمات. كمان نحن بحاجة لنائب ببعلبك الهرمل تيار وطني يعمل مظلة سياسية ويجسد فكر التيار الوطني وفكر الجنرال عون بمنطقتنا، ويعطي دفع وقوة وزخم للتيار لينتشر، لأنه فعلا الأرض ببعلبك الهرمل خصبة جدا للتيار الوطني الحر وللجنرال عون. كل الناس عندهم شغف، بدنا بس نحن نفتح، وبدنا قوة، بدنا نائب بحاجة له بمنطقتنا لحتى نقدر ننفذ ونثبت وجودنا ونعمل أرضية مهمة كتير للتيار الوطني الحر ببعلبك الهرمل. شكرا لك سيد ميشيل ظاهر، المرشح المقعد الكاثوليكي لمحافظة بعلبك الهرمل، أهلا وسهلا فيك. شكرا. أهلا وسهلا. هلا بنتقل للأنسة نادين ديب نعمي، أهلا وسهلا فيك، المرشحة عن المقعد الماروني في قضاء بعبدة في الانتخابات التمهيدية التي يجريها التيار الوطني الحر. بتعرف شوي بالفوتبول؟ لا. طيب بالفوتبول بس يكون في سحب القرعة بكاس العالم، بيسحبوا مثلا إذا طلعت البرازيل وألمانيا والأرجنتين وفرنسا بيسموها مجموعة الموت، يعني ها مجموعة الموت بيطلعوا أربعة. شو حطك بمجموعة الموت بين هلالين مع ناجي غاريوس مع حكمة ديب مع ألا عون مع الشباب؟ أكيد مع حفظ الألقاب، لكن قضاء بعبدة قضاء عم تسجل موقف، ولا أنت تؤمني أنه بدك تعمل شيء؟ أول شيء مرسي للأو تي في أنه استضافتنا، أهلا وسهلا فيك. تانيا مرسي للتيار على النظام اللي عامله هلأ يلي بيسمح لناس جديد مثلي يبينوا، لأنه بالسيستام الوان مان وان فوت وقت اللي عم بينقوا عدد 1.5 عدد النواب، يعني عم يسمحوا لناس جديد يبينوا، مثل عنا بقضائنا 3 نواب على المقعد الماروني موجودين، اليوم بدهم ينقوا أول 5، يعني هيدي شغلة منيحة لقلنا نحنا، لحتى يعني نحنا اليوم 9 مرشحين، في 5 بدهم يطلعوا، إذا افترضنا 3 نواب طالعين يعني في 2 جديد، في 2 جديد عندهم حظ. ليه ترشحت؟ لأنه بالنسبة لإلي ما في حدا قوي حدا ضعيف، كلنا مناضلين، ما حدا مناضل أكتر من التاني، وما فينا نحكي عن نضال قدام شهداء، قدام ناس ضحوا بحياتهم كرمال القضية. أنا من أول جيل، من جيل ميشيل عون سمونا، كنا بعدنا بالمدارس وقتها بلشت مسيرة التحرير مع الجنرال، بفتخر أن نكون من هيدا الجيل، وهيدا الجيل اليوم منه كتير ممثل، يعني مثل بس مش كافي. نحن اليوم شباب عنا طموح وعنا مشاريع حابين نعملها وعنا طموح وعنا مؤهلات، هيدا اللي خليني انزل، وان بلس لاني مرة ولانه الوجود النسائي بالبرلمان يعني بده تقوية، كوننا نحن ما بنمثل اليوم اكثر من 3% من عدد من أعضاء مجلس النواب، وهيدي هون شيء مخجل للبنان يلي هو رمز الديمقراطية بالشرق، إنه يكون أوطى معدل تمثيل نسائي، يعني أوطى من كل البلدان العربية يلي معدلها 10%، وأوطى من العالم يلي معدل تمثيل النسائي 22%، هيدا شيء مخجل. وإذا فتنا كمان بموضوع التمثيل النسائي، بحب كمان أقول إنه النساء مع احترامنا لقلهم أن اللي بيمثلونا بالبرلمان ما في حدا جاي من باكراوند حزبي أو من ممارسة حزبية مثل ما بيكون بكل بلاد العالم،
عم بتكون وراثة الشغلة. مشان هيك اعتبرت إذا أنا اليوم ما رح أنزل وأنا من أول مناضلات بالتيار من أول فوج، يعني ما بكون عم بعطي المثل المنيح لغيري من النساء كمان يلي كمان حابين يتقدموا، بس بركن عندهم شوية خجل، مع أنه ما لازم، لأنه عم نشوف المرة اليوم بكل البلدان عم تاخد أحسن مناصب، إن كان بالبلدان النامية أو بالبلدان المتقدمة، عنا هلأ بألمانيا بإنجلترا وبركن بكرة بأمريكا. والمرأة بالسلطة أثبتت الإحصاءات كلها إن غير إنها شاطرة بإدارة الدولة والسلطة، بس كمان بتحارب الفساد. يعني أثبتت إنه المرأة لا تدخل في دوامة الفساد، وهي شغلة مهمة لازم نضوي عليها. باستثناء مرته لزين العابدين بن علي لأنه هو فاسد خربة الأرض. ايه طيب اوكي، بس انه في استثناءات يعني، بس وصول المرأة مهم ولازم كل الأحزاب تشجعه. ومن هون أنا بتمنى انه اندعم من بالحزب كله. شو بدك تعملي تتنيني هالدعم؟ يعني شو اللي عم تقدمينه الأفكار لهالصبايا والشباب؟ أول شي نحن كحزب كنا دايما سباقين. نحن انطلقنا من مسيرة التحرير بال89، كنا عم نحارب الاحتلال، واليوم نحن عم مسيرتنا بعدها بالتحرير والتحرر. أنا اليوم ما فيني يكون نايبة عن التيار الوطني الحر وما أقدم شي جديد، ما فيني يكون نايبة عن تيار وطني حر وكون عم فوت بالتقليد يلي أي نائب من أي تكتل أو أي حزب بيعمله. إذا ما قدمنا شي جديد منكون نحن بعاد عن شي اسمه نفس التيار، بيكون بعاد عن هالشعلة يلي حط فينا جنرال عون، يلي هي دايما الرفض، رفض الفساد والتمرد على كل شيء مش مزبوط. هلا أنا بالنسبة لقضائي، نحن قضاء بعبدة ما فينا ننسى إنه هالقضاء عانى كتير. أولا قضاء متنوع بجغرافيته، بالديموغرافية تبعه، بتوافقه. وبعدين القضاء عانى كتير، يعني قضاء بعبدة انطلقت منه الحرب بال75 من عين الرماني بالذات، ورجعت انطلقت مسيرة التحرير مع الجنرال بال89 كمان من بعبدة، ورجعنا بال2006 كمان نرجع بعبدة، وبال2006 كمان بحرب تموز كمان بعبدة كان لها حصة كبيرة، وفتحنا بيوتنا لكل أهلنا يلي عانوا من هالاعتداء. دونك بعبدة دايما عم تكون انطلاقة أي شيء. هالقضاء عايزه كتير أشياء انعملت وكتير أشياء بعد فيها تنعمل. أنا إذا وصلت رح شدد على النواحي الاجتماعية والإنسانية، يعني هيدي شغلة كتير مهمة، مش لازم نكون بعاد من العالم، مش لازم يكون بس همنا مهم الانفراستركتور والطرقات والبنى التحتيه، بس مهم الانسان كمان. صحيح، مهم نشوف نعمل انفراستركتور للانسان. نحن جورج سقفنا السياسي عالي، اذا ما المواطنين ومناصريننا كانوا مرتاحين اقتصاديا ومعيشيا ما فيهم يحملوا السقف العالي دائما يلي هو دائما بدنا نغير وبدنا نطور. اهم شيء يكونوا مرتاحين. وانا بصدد تقديم كتير مشاريع، ان كان إذا وصلنا على مجلس نواب أو ما وصلنا، حابة إنه نركز على النواحي الاجتماعية، ننشئ مؤسسات اجتماعية، مؤسسات تعنى بالوظائف بالتوظيف، مؤسسات كمان مهمة لحتى نشجع هالشباب يلي عندهم أفكار، إن كان نخصص لهم جوائز معينة، ونعمل كمان مؤسسة لحتى هالشباب يرجعوا يفوتوا بالأحزاب، نشجعهم. هيدي فيها تنعمل بقضاء، أو يعني ما ضروري تكون نايب لتعملها، بس إذا كنت نايب بركي بيكون فيك تنفذها أكتر. الشباب اليوم كتير بعاد عن الأحزاب، وبعد عندهم فكرة أنه الحزب مش لازم يفوت فيه. نحن اليوم بالتيار 8% شباب، تحت 8%، هذا منه مؤشر منيح لبعدين. تحت 8%، 8%؟ تحت 8% عم نحكي. تحت 30 سنة. عفواً، أدي العمر؟ تحت 30 سنة. تحت 30 سنة 8%؟ وهيدا الشيء مش منيح. كيف بدها يستمر الحزب وكيف بدنا نفوت؟ ما في حياة ديمقراطية بلا أحزاب. كونسبت الحزب لازم يكون مفهوم من الجميع، ما لازم نخاف نفوت لأحزاب ونمارس السياسة من خلال الأحزاب، لأن هاي الطريق الوحيد للديمقراطية. ومن هون أنا
بهمني نشجع هالشباب، بهمني كتير على أنه يفوتوا بالأحزاب ويفوتوا بالتيار أكيد. وكمان عندي نقطة حابة اطرحها، وهيدا مشروع حبيت يعني بلشت فيه من فترة وحابة نوسعه، يلي هو يكون خصو هيدا بالتيار، وهو أنه يكون علاقتنا بين بعضنا بشكل لوبي بنخلقه بين هالمنتسبين بالتيار، هالحاملية البطاقات، يكون في شيء بيجمعهم، ما يكونوا بس علاقتهم بالحزب علاقة عمودية، بس تكون علاقة أفقية بين بعضهم، يعني يكون في عندهم حس اجتماعي يربطهم ببعضهم، أي إنسان قادر يقدم للتاني هالبطاقة تكون عم تجمعه فيه، أي طبيب إجا لعنده أي مريض حامل بطاقة، مش لازم يعني لازم يكون في تعاطي مختلف، وهيدي شغلة مهمة لازم نحنا نقويها ونخلق لوبي بيجمعنا ببعضنا، مش بس نلتقى وقت الانتخابات أو تنعمل سهرة مرة بالجمعة مرة بالسنة. دونك هيدي فكرة أنا كتير بصر عليها. و بدي كمان أقول لك شغلة تعقيبا على اللي تفضلت فيه، كنت عم تقولي عن بعبدة، بعبدة رئاسة الجمهورية، بعبدة 13 تشرين، كل اللي ذكرناه بعبدة، ما بدنا ننسى أنه قضاء بعبدة كمان هو تفاهم مرمخايل، كمان تفاهم مرمخايل بال 2006. شو بدك تعمل؟ بدك تحافظي على هالتفاهم؟ أنت مؤمنة بهذا التفاهم؟ مؤمنة بتمتينه باستمراره باعتباره حجر أساس؟ مش بس بدنا نحافظ عليه، بدنا نعممه، ومثله بدنا نعمل تفاهم كمان مع غير التوائف، وتكون تفاهمات متينة، وبعتقد رايحين على هيك، لأنه إذا ما منكون نحن إيد وحدة رح تجي التيارات المتطرفة، ونحن لبنان اللي بيميز اللبناني من أي طائفة اللي كان هو اعتداله، وهيدا رمز على التقدم تبعه. مشان هيك نحن كل ما عملنا تفاهمات بين بعضنا، كل ما قدرنا مشينا لقدام، وقفنا ضد الموجات التطرف يلي عم تجي من هون ومن هون. بقى أكيد بدنا نحافظ عليه، ونحن ببعبدة يعني منطقة مختلطة، قضاء مختلط من كل الطوائف، وعايشين كلنا سوا، وهي شغلة يعني منفتخر فيها. تعتبري أنه زيول الحرب بقضاء بعبدة انتهت أم مغلفة بالتفاهمات والتسويات، ولا سمح الله ألف مرة ممكن ظروف سياسية تطلع هالأفكار السوداء اللي كانت بين اللبنانيين إذا راح هذا التفاهم؟ بصراحة عم بسألك، طالما في قناعة، في اقتناع من جوا، طالما أنا بنتمي لحزب، الحزب مقتنع بهالشي، طالما حزبنا عنده مسنود من هالشعب يلي فهمين وين رايح معه بأي سياسة، طالما قادرين نحافظ على هالتفاهمات، أي شيء تاني بيصير ما بيكون نحنا حزبنا، لأنه نحنا ننتمي للتيار، التيار هاي مدرسته. برافو. ما فينا نحنا إلا ما نكون هيك. منشان هيك هيدا حصن منيع ضد أي شيء عم تفضل تقوله، طالما التيار قوي التيار بيجمع الكل. شو بدك تقولي للشباب والصبايا الستات والرجال اللي بدهم ينتخبوا ب 31؟ شو بدك تقولي لهم؟ بدي أقول لهم أول شيء إنه الحزب عطاهم سلاح بإيدهم ينقوا نوابهم، بقى يستعملوا، لأنه هالنواب بيكونوا هن جابوهم، ما بعطيهم يقولوا شيء بعدين. بحب أقول لهم يشجعوا نفس جديد، جيل جديد، لأنه التنافس حلو، يعني إذا نايب جديد بفوت بهالمجموعة الموجودة بيخلق تنافس إيجابي كتير حلو، وبيحرك شوي الجو، مثل ما وزراءنا بالحكومة عملوا خلقوا جو تنافس إيجابي، صاروا كل الوزراء حابين يعطوا شي جديد، لاحظناها هلأ مؤخرا، وهيدا شي منيح. وبحب أقول لهم إنه يشجعوا المرأة، لأنه أنا اليوم نحن كتير قليل اليوم المرشحين، نحن منشكي 33% بالتيار، وعددنا اليوم بالترشح كتير ضئيل، ما إلي عين أقول قديه. بقى بالنسبة لإلي نحن التيار هالحزب الديمقراطي، هالحزب الثورة والريفوليسيونير، لازم كمان يعمل ثورة ويوصل لأول مرة بتاريخ لبنان مرة من بسقة من حزب على الندوة البرلمانية. بتمنى هالشي يصير. شكرا لك استاذ ميشيل ظاهر، انا بدي اشكرك، اهلا وسهلا فيك، المرشح معهد كاثوليكي لمحافظه بعلبك الهرم للانتخابات التمهيديه التيار الوطني الحر. نادين ديب نعمي، انا بدي احييك، بدي اسمح لحالي انه ابدي اعجابي بالمقاربه والطروحات اللي طرحتيها. نحن
بحب ذكر كمان انت بنت الأديبة الكبيرة اللي بحبها وبحترمها مها ياسمين. سبحان الله بنت ياسمين فيك شيء ياسمين. مها ياسمين نعمة بنت أمك عن حق وحقيق، وأنا بحييك وإن شاء الله بتمنى لك الخير. أنت وأستاذ ميشيل أفكاركم اليوم بالفعل بتخلي واحد يتفائل ويكون عنده أمل ويقول إنه لا بعد في خير بهالبلد وبعد في قدرة على تحقيق الأفضل وعلى التغيير بهذا البلد. بوجه لكم شكر كبير لحضراتكم أستاذ ميشيل والآنسي نادين. الله يقويكم والله يوفقكم يا رب، ونحن بحاجة لأشخاص مثلكم بالندوة البرلمانية وكل المخلصين. لكن للقسم الثالث والأخير هلأ بالحلقة الخاصة كمان مع المرشحين، ورح أستضيف أستاذ شارل أستاذ جيمي جبور عن عكار بعد في معنا بالقسم الثالث. شكراً.